هو الشخص مش عاوز يروح عشان بيسموه يعمل سايت سينج، ان هو يروح يشوف مزارات، وان هو عايز يعمل سايت دوينج، هو عاوز ان هو يعمل حاجه بوقته، ممكن يمشي يطلع جبل يعيش تجربه حقيقيه مع ناس حقيقيين، مش بس ان هو يروح مكان بازار عشان يشتري شويه منتجات ويقول ان هو راح المكان ده وهكذا. السياحه عموما اتجهت للناحيه دي. السياحة المستدامة أو sustainable travel جاية من فكرة إن أنت تعمل نوع من السياحة تقدر إن أنت تكرره أكتر من مرة من غير ما يكون عنده نتيجة سلبية على المجتمع اللي أنت بتشتغل معاه أو البيئة اللي حواليك. حوالي سنة ونص بدأنا كلام مع درب سينا اللي هما Sinai Trail، ودي مجموعة من القبائل البدوية في جنوب سيناء التفوا حوالين بعض وتكاتفوا ان هم يعملوا مشروع. المشروع ده اسمه درب سيناء، بمعنى ان هو طريق 250 كيلو من خليج العقبة لحد اعلى نقطة في مصر اللي هي جبل سانت كاترين. طريق درب سيناء دلوقتي حوالي 550 كيلو، كل قبيلة بتسلمك للقبيلة التانية والقبيلة اللي بعدها، وكل قبيلة لها العادات والتقاليد بتاعتها المختلفة. السياحة مش بس بتخدم السائح، إنما لازم إنها تخدم الناس اللي قائمة على الخدمة نفسها. الناس اللي عايشة في حتت بعيدة جداً في الطريق ده هم يمكن حالتهم المعيشية ممكن تكون صعبة، ممكن يكونوا بيواجهوا تحديات ما نقدرش إن إحنا نقدر إن إحنا نفهمها. لما بتقوم المكان ده انت بتدي الناس دي احساس بتحقيق الذات، بيبقوا مبسوطين، وفي نفس الوقت هتلاقي ان اي مشاكل اي منطقه بتواجهها هتقل، لان الناس هتبقى مبسوطه بتشتغل، فبيبقى في زي منظومه كامله واقتصاد كامل بيقوم على الموضوع ده.